إذا إيش الأدفانتجز أوف سيميوليشن؟ إيش بستفيد من السيميوليشن؟ أول أحد الأشياء إنه أنا بقدر أفحص البيهيفير تبع السيستم. إذا التستنج allows us to test the behavior of the system before, خلينا نحط before بكابيتال letters. بالبنيت هذا طبعا مهم جدا قبل ما ابني او قبل ما اروح اللي رح نحكي عن educational اخر اشي قبل ما اطلق شخص احطه بالسياره او احطه بالطياره بقدر ادربه على الهاي بس هون قبل ما ابنيه لانه مكلف جدا بناء اذا بقدر افحص البيهيفير اوف ذا سيستم بيفور بيلدينج ات وهذا مهم مثلا في حاله systems. شلينك hazardous؟ إيش يعني hazardous؟ دمار خطرة منشأة نووية شيء زي هيك بقدر أفحص بقدر أشوف البيهيفير تبعها وكمان أحيانا some systems سيستمز ما بقدر اطلعها اسكرها عشان افحصها لانها فيري كريتيكال فما بقدر اطفي هاي السيستمز حتى اني افحصها فهذا مفيد جدا السيميليشن بقدر اعملها سيميليشن قبل ما ابنيها او اذا كان صعب مثلا انه اطفي هذا السيستم كمان من فوائد السيستم عندنا من احد الاشياء المفيده جدا هي educational في واضح ايش educational benefits التعليمية الأغراض التعليمية مثلا pilots can train to fly a plane on a simulator مثلا okay. Students مثلا واضح اذا في اغراض تعليميه كمان في اسباب تعليميه انا ممكن اخلي شخص يتدرب كيف يطير الطياره بدون ما واذا ما دام في سيميليتر بدون ما يستعمل السيستم الحقيقي كمان عندنا مثلا احد الاشياء ممكن اجد اخطاء معينه في الديزاين تبع السيستم قبل ما ابني هذا السيستم ف وي كان عندنا كمان إيش اسمه what if scenarios مين بيعرف إيش يعني what if scenarios يعني إيش بصير إذا صار هيك تمام بصير أنا أقدر أسأل السؤال إيش بصير إذا عملت هيك إيش بصير إذا غيرت هيك بالسيستم وممكن أعمل running لسيناريوز مختلفة وأشوف أداء هذا السيستم بظروف مختلفة إذا هو what if scenarios
نحن نشأ فينا بالسيميليتر أرخص بكثير إني أغير السيميليتر من إني أغير السيستم الحقيقي. سيميليتر أو يعني الموديل تبعه الماثيماتيكال موديل. تمام، إذن هاي بعض فوائد السيميليشن.